يقول الحديث يقول فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم. طيب كيف إذا كان سب الدين أو كذا؟ سب الدين شيء وسبك أنت شيء، لا تنتقم لنفسك لكن انتقم للدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى ما كان يرضى صلاة ربي وسلامه. فنفرق بين من شاتمني وبين من شاتم الدين. النبي قاتل في رمضان، معركة بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان. فنفرق بين من شاتمني وبين من استهزأ بالدين. من استهزأ بالدين أو سخر بالسنة هذا يرد عليه، لكن حقوقي أنا الشخصية، إذا حد شاتمني أنا شخصيا هذا الذي أسكت عنه وليس الدين. هنا